اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بنجوم الاستوديو التحليلي نجم الاهلي الكبير الكابتن هاني رمزي. نورنا يا كابتن. مساء الفل يا اس، وان شاء الله يوم سعيد على النادي الاهلي. بدايه ان شاء الله تكون موفقه في مشوار اعتقد هيكون مشوار طويل ومشوار صعب، لكن الاميره السمراء دائما ما تتحيز للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ايضا نجم الاهلي الكبير كابتن عماد النحاس. نورنا يا كابتن عماد. اهلا بيك يا اسامه، وان شاء الله تبقى بدايه خير مع دوري المجموعات ويفوز النهارده ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله. وايضا المتالق دائما محلل قناه الاهلي الاستاذ ايمن جلبرتو. منورنا يا استاذ ايمن. كابتن اسامه نور نورك ونور الكباتن، ومبسوط ان انا معاكم في الاستوديو، ان شاء الله تبقى فتحه خير للرقم 13 باذن الله. خلينا اقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي اللي هيواجه استاد ابيجان في لقاء اليوم. في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، رامي ربيع، يحيى عطيه الله، وفي الوسط مروان عطيه، محمد مجدي قفشه، واكرم توفيق، وفي الامام طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وفي الهجوم كهربا. خلينا اقول لحضراتكم التشكيل مره ثانيه. في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، رامي ربيع، يحيى عطيه الله، وثلاثي الوسط مروان عطيه، محمد مجدي قفشه، اكرم توفيق، وفي الامام حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم كهربا. ده تشكيل النادي الاهلي اللي هيبتدي لقاء اليوم.